92.2 في تونس على 93.5 ومن كافة أنحاء العالم على www.diwanfm.net. نحكيو توا على تأجيل كالعادة برش تأجيلات سيف سنة في المهرجانات, وتوا نحكيو على تأجيل حفل لمغني الراب جنجون وسام فرا في مهرجان ليالي بوغرنين الصيفية. باش نعرفوا أسباب التأجيل معنا أيمن الغالي مدير ليالي بوغرنين الصيفية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا, مرحبا بكم بمستمعي ديوان فان. مرحبا بك سي ايمن. نحكيو على اسباب تاجيل الحفله هذه. وفي الحقيقه العرض كان مبرمج كما قلت سيادتك في شهر امس 22 اوت ضمن برنامج ليالي بوغرنين الصيفيه, الا وانه للاسف تعذر تامين وانجاز هذا العرض في علاقه انه وردت علينا مراسله من قبل صاحب العرض او المتعهد بالعرض هذايا, علمنا فيه انه عنده حاله طارئه في ما يخص المساله التقنيه فتعذر انجاز هذا العرض. لحظه خلينا نفهموا معناها, سامحني سي ايمن تو نكملوا وقتاش باش يتبرمج. معناها الاسباب ما هيش ماديه ولا تنظيميه, معناها من الفنان الاسباب ليست لا تنظيميه ولا ماديه ولا علاقة لإدارة ليالي بوغرنين الصيفية بتأجيل هذا العرض. كنت فسرنا شنو هي أسباب تقنية, إيش معناها؟ كل ما في الأمر إحنا معناتها توصلنا في حدود الساعة الثالثة مساء بمراسلة إلكترونية من طرف السيد متعهد الحفلات المهتم بال معناتها اللي تشمله العرض سانفارا وجنجون, أعلمنا فيه إنه يتعذر انجاز العرض البارح في علاقه انه عنده مشكله تقنيه ما نجمش معناها يامن العرض ب تكنيك مو في حجم معناتها العرض وفي حجم ليالي بوغرنين الصيفيه. لهنا فلو شويه سامحني سي ايمن, مشكله تقنيه معناها تكنيك مو نحكيه على حاجه تكنيك في وسط المهرجان مش عنده هو, معناها كيفاش حاجه تقنيه؟ احنا نعلم سيادتك ومستمعيكم واحباء وجماهير ليالي بوغرنين الصيفيه, العرض هذايا هو مبرمج على الشباك, يعني ليالي بوغرنين الصيفيه لا تتكفل بمصاريف الاقامه والاعاشه والتنقل وما هو تقني وما هو دعائي لهذا العرض. هذا هو معناها المساله تقنيه تهم صاحب العرض, لا دخل لا من قريب ولا من بعيد لاداره ليالي بوغرنين الصيفيه, يعني هذا التاجيل هو خارج عن نطاق إدارة ليالي بوغرنين الصيفية. واضح به. الوقت إيش باش يتم التأجيل؟ تقريبا نحن قاعدين نسقوا, اتصلنا اليوم بسيادته وقاعدين معناتها نسقوا لأنه احنا المسرح بوغرنين على ذمة بلدية حملنس, وبلدية حملنس عندها التزامات أخرى في المسرح لأنه كانت صارت الاختتام نهار 24 أوت ودو الحي معناها معه خيانة في عرض الزيارة, قاعدين تو نسقوا باش نلقاو معناها تاريخ قريب بحول الله ونمتعوا جمهورنا بعرض جنجون وسانفراء, نحاولوا معناتها يكونوا زوز موجودين في نفس السهرة اللي هي أول مرة حبيناه نطلعوا على ركح بوغرنين في عرض ثنائي مع بعضهم. واضح سي ايمن. حاجه واضح. سامحني, هل كان فما اقبال وعلى تذاكر قبل العرض ولا شوي شوي؟ بطبيعه الحال الاقبال موجود. الاقبال حقيقه. فما اقبال به. قديش هكا ابري من تذكره تبعت ولا ما عندكش فكره؟ اقبال محترم حقيقه, ما عنديش العدد, اما اقبال جماهيري محترم, والدليل انه منذ انطلاق ليالي بوغرنين الصيفيه الا وشهدت معنا اقبال جماهيري كبير وكبير جدا. مثلا غدو الحي عرض الزيارة الحمد لله الإقبال كثيف وكثيف جدا على اقتناء التذاكر, وما وهذا ما عندوش حتى علاقة تأجيل عرض سانفارا وجنجون, لا ليس له علاقة بإدارة المهرجان ولا بجماهير. أنا فاهم سي أيمن, سي أيمن. كل ما في الأمر أنه السيد متعهد الحفلات احنا تجاوزنا الموضوع هذا فهمناه سي بون, تو نحكيو على حاجه اخرى. نعرف اللي اداره المهرجان ما عندها حتى دخل, واللي هو معناه واخذين الحفل مش كمل لك سي ايمن, مش نقول لك ديجا هذاك شنو, مش نقول لك حتى الجماهير ما عندهم حتى دخل. هذاك علاش لهنا نحب نفهم اللي الجماهير اللي خذوا لي تيكي نتاعهم شنو مش يصير, مش يسترجعوا فلوسهم ولا لازم يستناو التاجيل؟
بطبيعة الحال احنا كنا قدمنا بلاغ توضيحي في مسألة العرض وتأجيله ودعينا اللي اقتنى تذكرة شباك تذكر في مركب ثقافي حمام لنك يسترجع تذكرته، وهذا اللي صار معناه ما بين أمس وصبحية اليوم. معناه قاعدين فما شكون يسترجع في, في, في فلوسه بالتيكي اللي عنده حسب ما فهمت. أكيد بطبيعة الحال اللي قص العرض جانجون وسانفراء ومازال ما رجعش التذكرة نتاعو يتصل بشباك المركب الثقافي حمام لنك يلقى فلوسه ولا ذمته. واضح ولا واضح. وغدوة إن شاء الله مش يكون الاختتام بعرض الزيارة، في انتظار برمجة عرض آخر للزوز. في الحقيقة الاختتام كان مبرمجا في سارة يوم الغد مع الزيارة 24 أوت، ولكن ارتأينا أن نزيد بعض العروض خاصة وأنه تم إلغاء أو تأجيل عرض لطفي العبدلي لأسباب تخصه، وكذلك للأسف والله يرحمه والد خونا كريم الغربي اللي يرحمه ينعم اللي كان برمج اليوم، ارتأينا أن ما نحرموش جماهير بوغرمين وزدناهم زوز عروض أخرين، عرض أيمن لصيق وعبد الدرياسة 25 أوت بحول الله، وعرض كريم كازو 29 أوت على ذمة جماهير ليالي بوغرمين الصيفية. يعطيك الصحة أيمن الغالي مدير ليالي بوغرمين الصيفية بالتوفيق، مهرجان يعمل كيف برمجة متميزة إن شاء الله بمزيد من التوفيق، وإن شاء الله هكا تعاودوا تبرمجوا سهرية أخرى باش الناس اللي ما رجعوش التيكي نتاعهم يعاودوا يدخلوا. احنا مكملين معاكم حتى الثمانية متاع الليل في أوستار، ما تبدلوش الموجة، شوية موزيكا.